من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل البيت ولطهركم
آتا زمین
فدعنت لك فدخل معهما تحت الكساء السلام. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم، ها ما ولديك تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عليهم والكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعلم لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا أسي وخليفتي وصاحب لغاي، قد أذنت لك فدعل اليوم تحت الكساء السلام. ثم أتيتنا والكساء وقلت: السلام السلام. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال: يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فجعل سلام ولهبانهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن
الوصال هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا رب يا تذرني أن أحبط إلى الأرض ليكون معكم معهم صادسا. فقال: وكان السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يدعوك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مدنية ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وكان أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد دمت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي: يا رسول الله يحبني ما لجلوسنا تحت الكساء من الخلق عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله خذنا وفاض شيتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا تعرف حاجة إلا وكذا. فقال علي عليه السلام: إذا والله خذنا وصعدنا وكذلك شيتنا فعلوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صلی اللہ محمد و آل محمد. جس طرح کے معصومین کا حکم ہے آپ کی خدمت میں گزارش ہے تکلیف محسوس نہ فرمائیں، دو منٹ کے لیے سب آزاد کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائک فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريا. يا حسین بظہور کامل محمد بحرمت شریکت حسین. اللہم صلی علی فاطمۃ اللہ وعلیہا وبارها وبنيها في الأرض ما أحاط به علمك يا عالم الغيب. اللهم في فاطمة الزهراء وبنيها بفاطمة الزهراء بفاطمة الزهراء وسر المستودع عليها تكفل منا هذا المجلس العزاء الحسين وصلى الله على